هذا الرجل الوحيد القادم من البادية الجنوبية إلى مدينة الناصرية قصته مختلفة، فتداعيات العمر والصحة أجبرته أن يترك الصحراء وأن يعيش هنا تحت هذه الخيمة التي وفرها له أحد المواطنين ويتكفل بمعيشته، إلا أن مشكلته لا يملك الوثائق الثبوتية ومنها الجنسية العراقية. سنتعرف على المزيد من القصة في هذا اللقاء. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو اسمك حجي؟ ها؟ اسمك شنو؟ ياسر حسين. ياسر حسين. نعم. تعرف جدك الثالث؟ جدي حار. نعم. إيش قد عمرك؟ 95. 95 سنة. 95 سنة. نعم. وين قضيت هاي السنوات؟ لا برا ويا مع بدو من طب جوا هالناس. نعم. إيه. وين بالبدو تتذكر وين؟ مع هذول من تفيج مع هبرك هذول هالناس هذي. نعم. إيه من طب جوايا. من طب جوايا. إيه نعم. إيه. شو تسوي هناك؟ شنو شغلك؟ سارح. بعريني يا أخي. نعم. سارح. كان عندك بعارين قبل؟ إيه نعم. هني هنا بين 20 بين 30. إيه. بس جيت لهنا أنا. إيه. جيت هان بعد قضان والله التالي وحدة. نعم. وحدة ناقي. إيه هذا. أنت هنا شلون عايش بهذا المكان؟ عايش عند الناس وهذه أنا عايش هنا الناس. نعم. إيه تنطيني الناس هذه وهذه. نعم. من اللي سوى لك هذا البيت والغرفة هنا؟ هم أهله. أبو حسين. نعم. إيه. صاحبك أبو حسين مو؟ نعم صاحبي هو اللي يابان هو اللي سكن هان. نعم. إيه نعم. أكو بعارين يمك هنا لا؟ إيه أكو بعارين. نعم. إيه إيه محل. نعم. شنو اللي تريد أنت؟ شنو اللي طالب به؟ والله أريد جنسية، أريد من الناس. نعم. إيه والله. جنسية ما عندك أنت؟ إيه ما عندي. نعم ما عندي، ما يود تدوم. نعم. نعم ما يود. ما يودته؟ أبدا ما يود. نعم. ما له هدبة. نعم. نعم هسه تريد جنسيته؟ اي والله جنسيه ابغى جنسيه اصلا. نعم. اي نعم. وبعد شو تريد؟ تريد لك راتب شيء؟ راتب هم لا الله لا يوته جنسيه بدل. نعم. ايه شلون هنا عايش بهذا البيت الشعر؟ عايش بعد عايش ويا ربعي من طبج ويا ربعي عايش. نعم. إيه؟ انت ما تقدر تعيش باي مكان ثاني؟ لا ما اقدر حالي ما اقدر. نعم. ايه من طبج ويا احد. نعم. ايه اذا نوديك البيت تقدر تعيش لو الا هنا؟ لا هان اعيش وين ما صار اعيش. نعم. ايه نعم اعيش. شلون تقضي يومك هنا؟ شلون تسوي شاي قهوه؟ اسوي شاي وكيف لا صار اريد اسوي شغل بيدي. نعم. بيدي اسوي. نعم. ابو حسين شو يجيب لك هنا؟ يجيب زاد يجيب نعمه يجيب نعم عشا ويجيب لي غدا ويجيب لي هالشكل. نعم. عائله ما عندك انت؟ ها عائله ماكو. ماكو. لا ولد. بس الوحيده. ولا ولد وكل شيء ماكو. والله حجي ياسر انا عندي بعارين. نعم. واطلع للبر. نعم. للصحراء والتقيت بابو هو ملقب ابو نوفل. نعم. تقريبا 2013 2014. نعم. هم عنده بعارين هو بس اشوفه هو ما عنده لا متزوج لا عنده احد لا عنده مثل اخوان لا ابو. نعم. وحيد قال انا ما عندي احد وعندي بعارين 5 6 ذني وقضن مني. نعم. واريد اروح وياك. قلت له حياك الله يبتويت. نعم. بنيتنا هنا بيت شعار هو يحب البيت الشعر يعني ما يستغني عنه وسويت له غرفه بس هو يعني يشكي يقول اريد لي جنسيه ما عاد جنسيه وباكر عقبه يصير علي امور شيء يعني وانا ودي انا باكر عقبه هو هسه الحمد لله عايش ويانا يعني واكله وشربه دابر اشوفك وفرت له يعني هنا حتى حلال يبقى قريبه من عندنا حلال احنا احنا عندنا حلال هو يريد يعيش هاي الاجواء لو هو يحب الحلال ويحب يطلع للصحراء نبات هو يشتاق للبر اخذه للبر. نعم.